ودك هذا يقطع لسانه علشان انه خلاص ما عاد يحكي، لان فعلا ما يشب النار الا ها نقل هالحكي، سواء المنافق رجل او امراه، هذا هو اللي يحبونه. واكثر ما خبب البيوت هم نقلوا الحكي، هم نقلوا الحكي، اللي لذلك اللي ملعون اللي خببه بين اهل البيت، بين هذا ملعون، اعوذ بالله، الله نعله. صحيح، اللي خب الزوجه على زوجها هذا مصيره الى النار حقيقه، الا ان هي توب. وهذا اعوذ بالله، الذي يمشي بالنميمه الله يوم القيامه ما ينظر اليه ولا عذاب اليم، لان سبحان الله العظيم ممكن يشب حرب ما تنتهي. نعم، ما سبب فتنه كلام ينقل هذا ويقول هذا. لكن لو الله وفق الانسان الى الحكمه ووفقه الى ان يصلح بينهم، يا سلام، فيجوز الكذب انك تجي للرجل تقول والله فلان سمعته والله يثني عليك ويمدحك. نعم، ويقول والله انه ناد من على كل مفات، وهو ما صار. اي نعم، والله ناد من على كل مفات، وتروح ذاك نفسك وتقول والله اني سمعت فلان، بدل ما تصير مصلح، لان عشان عشان تلين النفوس، النفوس قاسيه وشابه مع بعضها، وكل واحد منحشي على ما قالوا مثل الضب الكايش. ها؟ لا اله. اي نعم، منحشي، ولو بدل البالونه لو تلمس انفجر. لكن انت ترسم فيهم، تجي لهذا وتلطف الجو، وتجي لهذا تلطف الجو، وبعدين تسعى الى من يصلح بينهم بكبار القوم، او يعني الناس اللي اهل الراي. اهل الراي، الناس المصلحين. صحيح. اللي لهم تقدير عند الاثنين. تسعى بينهم لأن الله عز وجل يوفق، فكم لك من الأجر، كم لك من الخير أنك أصلحت بين مسلمين اثنين، لأنه ما تجوز قطيع أكثر من 3 أيام. كم من الناس الآن بينهم قطيعة سنين طويلة، الله يشف. وبعض الناس يعني أصبحت الآن هي فاكهة المجالس، الحكي في الآخرين هي فاكهة المجالس الآن، وأصبح بعض الناس عمره يعتبرها يعني سوالف عادية. ياخذ قال يا رجال نكت عادي، نكتة هي نكتة، نكتة وأنت تغتاب لك مسلم، تتكلم لك في عرض مسلم، تتكلم لك يعني في هذا، ما هي هذه مصيبة، هي القاتلة. نعم. نعم. ففي واحدة طال عمر أبيات حقيقة الرجل ما يحضرني الآن اسمه، لكن يقول أجلس الحال لا تضايقت بالحيل. يا سلام، يا حلو. أي أخير من هرج القفا والنميمة، يا صرت بالضايق أدور الحالي ولا أجلس مع أحبس هوى نفسي على القال والقيل، وأعيش في عيشة معزة وقيمة، إن جيت ما تلقى علوم الرياجيل غير العلوم السافلة والنميمة، ناس على الغيبة تجر المواويل، وقلوبها يا ناس ما هي سليمة، ناس على الغيبة تجر المواويل، وقلوبها يا ناس ما هي سليمة، أحب جلسات الرجال المشاكيل اللي لهم في القلب حشمة وقيمة، عايشت وقتي لين شفت الغرابيل على الزمن، عشنا بقوة وعزيمة. يا سلام. ففعلا المجلس إذا جيت في المجلس وفي غيبة ونميمة ما قدرت يعني ترد عن عرض أخوك المسلم، ولا قم اتركهم. الله الله. مقامك من عنده مطيب، بما أنك تجلس وتسمع الغيبة والنميمة وأنت ما أنكرت عليهم. لأن من ذب عن عرض أخوه المسلم كم له من الأجر والخير عند الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء. أي نعم. لما تذب عن عرض أخوه المسلم، لو انه تقيت متكلم في ناس اظهر محاسن قدامهم، لان عيوب المجالس ما يظهرون غير مساوئ الناس، الا جو قالوا يعني فيه وفيه وفيه، طيب وين المحاسن؟ يعني نسيت محاسنك كلها، ما عنده ولا حسنه. يعني هل ادم اذا انت الحين كلكم تهرجون فيه تطلعين مساوئ، وين حسناته؟ ما في. قد يكون هذا الرجل له حسنات ما تعد ولكن مخفيها. يا سلام. وقد يكون هذا الرجل له معارف على بعض الناس، لكن طبيعة الإنسان وطبيعة البشر لو تحسن له فترة طويلة وتسيء له يوم غلطت معه، نساء اللي أنت سويتك كله وقاعد يظهر لك ها السيئة اللي سويت، طيب الحسنات اللي فاتت؟ أنا عشان أعيش مرتاح النفس مرتاح الضمير، أنا أبعد عن القال والقيل، وابعد عن، احاول ان دائما يعني نفسي اخليها دائما سعيده بحيث اني ما ارى الا محاسن الناس. فيقول احد الشعراء يقول لا تذكر الناس الا في فضائلهم. يا سلام. لا تذكر الناس الا في فضائلهم، اياك اياك ان تذكر عيوبهم، كم فيك عيب تناجي الله يستره، من يغتب الناس لا يسلم من شرورهم. صحيح. كما يقول الشافعي
وعينك لا تذكر بها عورة عورة امرئ فكلك عورات والناس الناس أعينه. ترى الناس لهم عيوب مثلك. صحيح. وبعدين مثل ما قال أحدكم قبل شوي من طق باب الناس طقوا بابه زي ما أنت الآن تغتاب الناس، ترى الله عز وجل يسلط عليك من يفضحك. لا ودين ومن يستر على المسلمين ترى الله يستره. نعم اللي يستر على المسلمين ترى الله يستره، لكن اللي يظهر عيوب الناس والله إن الله يبتليه. وكما ورد في الحديث فيما معناه من استهزأ بإمرئ من ذنب لا يموت حتى يبتليها الله عز وجل بهذا الذنب. نعم صحيح. والله إن رأيناها بعيوننا. الله أكبر. والله رأيتها بعيني. تعجلها بالدنيا. إي والله هذه العقوبة معجلة. الله أكبر. والله كانت هي فضيحته سبب وفاته. هذه بالدنيا. كان يستهزئ بناس ويضحك بهم وفي المجالس يظهر عيوبهم والله ساتر. وإن طالب قال لا هذول فيهم والله عز وجل ابتلاه بهذا الذنب، وكان هذا الذنب هو سبب إنه يجي ما تحمل قوة هذا الذنب فجاه جلطة فتوفى رحمة الله عليه. فلذلك كما أنت الآن تتكلم في عروض الناس تتكلم تغتاب الناس، الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. فالله يبتليك يا الإنسان بهذا الذنب أو يسلط عليك من يبتليك ويفضحك. فالله يوفقنا وإياكم. هذا يعني جزاك الله خير. أما الحقيقة استطرادات طيبة، هو المجلس اليوم إن شاء الله مبارك ما شاء الله، وأخذنا جميع محاور كثيرة. لكن أنا إذا أذكر كمان أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مع بلال رضي الله عنهم.